للمزيد حول نفوذ الميليشيات في العراق على خلفية واقعة القبض على عناصر من ميليشيا حزب الله والجدل الدائر حول إطلاق سراحهم بعد تطويق الخزعلي وعناصر ميليشياته المقرات الحكومية، ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي السيد إبراهيم العجيلي. سيد إبراهيم، بداية مرحبا بك. بعد أن قامت بعض القوات الحكومية باعتقال عناصر من ميليشيا حزب الله على خلفية جرائم جنائية، أنباء متضاربة حول إطلاق سراح بعضهم، بداية كيف تقرأ هذه الواقعة؟ نعم، شكرا، تحياتي إليك وإلى جميع المشاهدين تلفزيون الرافدين. حقيقة الأمر هذا شيء متوقع، وأيضا الخادم أسوأ من ما حصل أمس، يعني ويحصل اليوم في العراق بشكل عام. العراق تعرض إلى الامتهان والهيمنة الإيرانية منذ بداية الاحتلال الأمريكي، وجرى توزيع الأدوار بين أطراف. هذه الأطراف بغض النظر عن مسمياتها هي لها جذر واحد، هي إيران. إيران لديها مشروع للهيمنة على المنطقة ككل، تصدير الثورة إلى آخره إلى آخره. والآن هي متمكنة جدا من العراق بواسطة هذه الميليشيات، بغض النظر عن اختلاف أسمائها وبالنظر عن الاختلاف بين بعضها بين الحين والآخر، كلها تهدف إلى تصفية العراق كعراق وإنهائه كدولة وإلحاقه بإيران، جزء من إيران يكون. هذا هدف إيران، وبالتالي إيران زاحفة على سوريا وعلى المنطقة العربية بشكل عام. كل ما يحدث بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية هو مجرد تهويش وبروباغندا أمام أنظار العالم لإيهام العالم أنه أمريكا راضية تماما على ما تفعله إيران في العراق، تماما راضية، لأنه القوى الإمبريالية دائما شعارها فرق تسد. عندما تفرق أبناء الأمة إلى شيع وأنصار ومتقاتلين سنة وشيعة وكرد وتركمان وغيره، إذا هذول قوة غير موحدة تواجه الأجنبي وتواجه طيب أستاذ إبراهيم، ماذا نفهم من تطويق المقرات الحكومية؟ مصادر تابعة لميليشيا حزب الله أكدت إطلاق سراح عناصر الميليشيا المعتقلين في بغداد. الأخبار تؤكد تطويق الخزعلي وقواته المقرات الحكومية. ما الرسالة الآن التي تريد الميليشيا إيصالها من هذا الترويج؟ أنه أولاً هناك مخطط حقيقة للانقلاب، هناك مخطط جاهز لإحداث الانقلاب وإعادة السلطة إلى أيدي العصابات الفاسدة، هذا شيء مؤكد. ثانيا الخزعلي يريد يراوي السيد الكاظمي اللي هو في الحقيقة ما عنده كتلة وما عنده حزب ما عنده ميليشيا، يريد يراوي أنه هو يعني قاب قوسين أو أدنى بقرار من الخزعلي بيشيله من مكتب رئيس الوزراء. هذا هو معناها. هذول هم اقوياء يمتلكون السلاح، يمتلكون قوه، يمتلكون المال، يمتلكون دوله كبيره وراهم مدعومه من امريكا اصلا ايران. طيب إيران استاذ ابراهيم، يعني ذكرت ان هناك خاصيه توزيع الادوار وان هناك يعني مشروعا إيرانيا متمكنا من العراق ضمن خاصية توزيع الأدوار التي ذكرتها، وأن هناك بروباغندا إعلامية يعني فيما يخص موضوع العلاقة بين إيران وأمريكا في العراق. كيف تنظر إلى يعني ما يحدث ميليشيا حزب الله مهاجمتها للكاظمي على خلفية اعتقال عدد من عناصرها؟ هل تعتقد أن هناك ربما أمرا سوف يحدث مستقبلا أو أن تتطور هذه المواجهة إلى مواجهة أعنف؟ الأمر اللي راح يحدث مستقبلا هو تخطيط لانقلاب على سلطة الكاظمي ومجيء شخصية يمكن تكون معروفة لدى الناس، عرفت بسوء الإدارة وعرفت بسوء التصرف بأموال العراق ونهب ثروات العراق. تجي شخصية تفرض نفسها على هذا وذاك، وأنا أعتقد أنه الولايات المتحدة الأمريكية ما يهمها من هو اللي يجي يمسك السلطة في العراق، المهم هي موجودة ومصالحها مضمونة، وخلي إيران تأخذ ما تأخذه وتستفيد ما تستفيده، المهم الأمريكان موفرين إمكانيتهم، موفرين ما يريدوه ما يطلبوه، ينهبون بطريقتهم،
الآن تعرف العراق معطل في الصناعة ومعطل في الزراعة، وهذا كله هو مخطط للمخطط الاحتلال أصلا. يعني هناك يعني أزمات اقتصادية متلاحقة وقوية وقاسية الآن في العراق، كيف يمكن تقييم أداء الكاظمي الذي وعد بتحجيم نفوذ الميليشيات وحصر سلاحهم بيد الدولة، وكذلك ما يجري الحديث عن يعني تحجيم نفوذ الميليشيات على الحدود؟ نعم، الكاظمي لن يستطع إلا إذا يخطي خطوات موضوعية، خطوات علمية صحيحة. أول خطوة على الكاظمي عليه أن يتخذها هو محاسبة الفاسدين، وخصوصا حيتان الفساد الكبار. هؤلاء عندما يحالون إلى القضاء وتجري تصفية وجودهم وتصفية مراكزهم الإدارية في الدولة، ذاك الوقت يستطيع الكاظمي أن يمسك السلطة بيد من حديد ويحاسب هؤلاء الفاسدين ويقتص من عندهم، أولا لأنهم سراق، ثانيا لأنهم خونة وعملاء. هكذا يستطيع الكاظمي أن يمسك الأمور. وخلاف ذلك الانقلاب قادم. نحن نتكلم اليوم وأنا أؤكد لك لن يتجاوز شهر تموز. نشكرك شكرا جزيلا عبر الهاتف من لندن عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الأستاذ إبراهيم العجيلي، شكرا لك.